بسم الله الرحمن الرحيم. درجة الحرارة في الرياض درجة الحرارة 20. انظر العدد 20 في الآخر واو ونون. شغل مكيف في الآخر واو ونون. لا أقول 20. درجة الحرارة هذا لا سمح بس بالريموت. لازم الريموت. هذا يعمل بدون 20. طيب الصورة الأولى تفضل. الصورة الأولى مكة. كم درجة الحرارة؟ كم درجة الحرارة في المدينة؟ نعم، جواب. درجة الحرارة حرارتي. نعم. حرارتي. الحرارة. يا شباب، أنا فقط أقول، أنا أصحح، أنت اسمع فقط. أنا أسمع، أعرف هو قال خطأ. أنا سأقول له مرة أخرى، فقط اسمع. درجة الحرارة. درجة الحرارة 10. 10. درجة الحرارة 10. أحسنت. بعده تفضل. كم درجة الحرارة في دمشق؟ مجموعة عثمان. مجموعة عثمان. إكس آخر. في كلام كثير عندكم. درجة الحرارة 5. نعم جميل. تحسين. إذا كم درجة بعد كم؟ قلت درجة الحرارة في لندن تحت الصفر. التدريب بعده. انظر. السماء تمطر، ما معنى تمطر؟ في مطر، ما معنى المطر؟ الماء ينزل من؟ من السماء. من السماء، الماء ينزل من؟ السماء. طيب، الجملة الأولى. السماء تمطر، هذا فصل الخريف. السماء تمطر، هذا فصل الخريف. الصورة الأولى. جو. الجو حار، هذا فصل الصيف. رائع، مرة أخرى، قل مرة أخرى. السماء. لا، الجو. الجو حار، هذا فصل الصيف. رائع، أحسنت. تفضل. معتدل. إذا هذا فصل ماذا؟ الربيع. بارك الله فيك. بعده تفضل. الجو بارد، فصل الشتاء. هذا فصل الشتاء. جميل. الجو بارد، هذا فصل الشتاء. الشتاء. السماء تمطر، هذا فصل الخريف. طيب عندنا بعد ذلك في ملخص التركيب، كما تعرف هذا نفسه الذي درسناه منذ قليل. الآن في صفحة 278. في صفحة 278. انظر لهذا الصوت. لا تقل الضالين، خطأ. لماذا؟ الضالين.
اسمع. ضاء. ضاء يمين ولا يسار؟ ضاء. وجوه يومئذ ناظرة إلى
الظن إثم، إن تعاطى الظن إثم، ولا تجسسوا، ولا تجسسوا، فظلت أعناقهم لها خاضعين، فظلت أعناقهم لها خاضعين، فظلت أعناقهم لها خاضعين، فظلت أعناقهم لها خاضعين، بل الظالمون في ضلال مبين، بل الظالمون في ضلال مبين، بل الظالمون في ضلال فأعرض عنهم، فأعرض عنهم، وانتظر إنهم منتظرون، وانتظر إنهم منتظرون. بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا، الوقت في دمشق الآن ماذا؟ الصباح. ممتاز. الوقت في دمشق.
دمشق هو قال كلمة، هل قال حار أو بارد أو دافئ؟ دافئ. أحسنت، دافئ. إذن الجو في دمشق دافئ. أربعة. تفضل. أربعة. درجة الحرارة 20. درجة الحرارة 20. طيب انتظر حتى أقول لك الفرق. 20. أستاذ. لا بالترتيب سأقول. تفضل. أنا. لا بعدك. أستاذ. نعم. اقرأ السؤال 5. أستاذ. Cool.
يسمع جيدا ومنتبه سيفهم. تفضل. الجو؟ الجو حار. لا ما قال حار. تفضل. بارد. ولا بارد؟ بارد هذا بالشاطئ؟ معتدل. معتدل. حار أو بارد؟ إذا معتدل. معتدل. نكتب هذا معتدل. بارك الله فيك. معتدل. الجو معتدل. بعد ذلك السؤال 4 تفضلي هنا اقرأ السؤال 4. هل هذا فصل شتائي؟ لا فصل هذا فصل ربيع. نعم. هل الجو معتدل؟ هل هذا فصل الشتاء؟ لا فصل هذا معتدل. ها فصل الربيع. الربيع فصل الربيع. أقول لا لا فصل الربيع هذا فصل لا فقط لا. السؤال بعده السؤال السابع متى سيظهر المطفى
يسكن أحمد؟ أنا تكلمت الآن عن أحمد. في أي مدينة يسكن أحمد؟ هو. من يعرف يا فاروق؟ تفضل. في شنطة صغيرة في لندن. مدينة، ما معنى مدينة؟ في لندن. بس يكفي. أحمد في لندن. إذا واحد. أحمد لم يسكن في مدينة عمان، هو يسكن في لندن. لندن مدينة. تعرف ما معنى مدينة؟ مدينة في لندن. سيتي. ليس المدينة المنورة. إذا كان في ألف لام، هذا اسمه المدينة المنورة. هذه في السعودية. لكن إذا أقول لك في أي مدينة؟ نحن الآن في أي مدينة؟ الرياض. الرياض. إذن الرياض مدينة. لكن أقول أنا سأسافر إلى المدينة المنورة. أنا تركيا. نعم، تحسين. السؤال الثاني، يقرأ. هل يسكن في بيت؟ لا. هل يسكن في بيت؟ لا. هو يسكن أين؟ في لندن. بيت؟ شقة. ولا؟ شقة. نعم. ما الفرق يا أستاذ؟ انظر. إذا كان هكذا، هذا له باب، وهذا خاص بي أنا وحدي، قل هذا بيت. استاذ. هذا اسمه؟ بيت. طيب، لكن إذا كان عمارة، هنا دور، هنا دور، هنا دور، هنا دور. أنا أسكن هنا فقط. هذا اسمه؟ شقتي. إذا هذه شقة، وهذه شقة، وهذه شقة، وهذه شقة. أنا الآن في الدور الثالث. لماذا صغير؟ لأنها شقة صغيرة. أنا أسكن في الدور الثالث. هذا البيت. استاذ، أنا في العمارة. هذه العمارة. إذن هل يسكن في بيت؟ لا. هل يسكن في بيت؟ لا. لا. يسكن في شقة. يسكن في الشارع؟ لا، في الشقة. يسكن في الشارع؟ لا، كيف يسكن في شقة. يسكن في شقة. مجموعة عمر. طيب، السؤال الثالث. السؤال الثالث. نسمع، تفضل. اقرأ السؤال الثالث. هل السؤال الثالث، اسمع، هل يعمل أحمد في لندن؟ هو يجيب. هل يعمل أحمد؟ أنا قلت هذا. هل يعمل أحمد في لندن؟ لا. تفضل. أجب؟ لا. ماذا يفعل؟ هو ماذا؟ يعمل أو يدرس؟ هو في الجامعة، إذن هو يدرس. نعم. لا. هو يدرس. هو يدرس. لا أستاذ، هو يعمل في لندن. ما قلت هذا. قلت هو يدرس في جامعة لندن. انتظر في تركيز. هيا. هو يدرس أستاذ. هذا هو تفضل. أستاذ، هو يدرس أستاذ. هو أستاذ. لا، هو ليس. أنت يدرس. بدون حركات. يدرس. ليس دائما حركات. إذا أعرف الكلمة بدون حركات، أصبحت سهلة لي. تفضل اقرأ. أنا أعرف الكلمة بدون. يا طالب. يا نائم. يا صاحي. اسمع. لا، أكذب. أنا أمزح، أنت لا. سؤال أربعة، اقرأ. تدريب الثالث. السؤال أربعة، تفضل. هل يحب فصل الشتاء؟ لا. هل يحب الفصل؟ لا. هل يحب فصل؟ هل يحب فصل الشتاء؟ هل يحب فصل الشتاء؟ ماذا قال؟ هو في لندن، جو بارد جدا. لا. هل يحب فصل الشتاء؟ لا. لا، لا يحب فصل الشتاء. أقول لا. طيب، خمسة. خمسة. تفضل. خمسة. اقرأ السؤال خمسة. كم درجة حرارة في بعض الصوت في الخلف. انظر في الكتاب واسمع جيدا. كم درجة الحرارة في الليل؟
أنا أسمع. اجلس. أنا أسمع. كم درجة الحرارة في الليل؟ هو قال ماذا؟ تحت؟ تحت ماذا؟ ممتاز. تحت الصفر. تحت ماذا؟ تحت الصفر. يسكن تحت. انتظر انتظر. تحت الصفر. السؤال الثالث. انتظر حتى يجيب من عليك. السؤال الثالث. تفضل. نعم استاذ. كويس. احمد. نعم. احمد اقرا السؤال الثالث. Thank you.
خمسة؟ مو سكن. اقرأ. هذا اسمه غش. تعرفون يا شباب؟ أنت عندك في الكتاب في الآخر في فهم المسموع، صح؟ لكن هذا غش. أنت الآن كأنك لا تتعلم. إذا تريد تتعلم اللغة العربية، إذا اسمع وافعل ما يطلبه المعلم. الآن هذا اسمه فهم المسموع. إذا أنت رأيت الدرس، هذا غش. يعني إذا أنت فتحت في الخلف ونظرت إلى الدرس، هذا اسمه غش. لماذا؟ لأن أنا أقول لك في الأول اسمع حتى تتعلم. عقلك يعمل جيدا إذا فقط تسمع. تفضل يا موسى. غش يعني مثل سرقة، تعرف تسرق؟ حرامي؟ ضس؟ علي بابا؟ كل هذا؟ هذا اسمه غش. تفضل. لماذا يذهب إلى الطبيب؟ لأنه مريض. أو لأنه لا. الطبيب لأنه مريض. لأنه مريض. سيذهب إلى الشركة بعد أسبوع ولا غدا؟ غدا.